السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل السلم دوت. تمام، لما انا عملته تسجيل بص هعمله تاني. تمام، طيب دلوقتي اول حاجه اعملها ان انا اعمل الجريد. تمام، هقول له الاكس الواي قد ايه، الاكس قد ايه، الزد قد ايه. هنا مثلا الاكس تقدر في اي لحظه تعمل علامه واو وتروح مزود قيمه اخرى. تمام، مثلا وتدوس هنا هتلاقي الاي زادت، او تمسح من هنا وتقول له ابدا اكتب الاكسات بتاعه الاكس، او تيجي هنا وتبدا تشوف الاكس تقول له انا عايزهم في الخطوط ديت وتدوس انتر، هو يبدا يفهمهم ويبدا يكتبهم بالشكل دوت. ونفس الفكره بالنسبه للواي، ونفس الفكره بالنسبه للزد. وتبدا تختار الكوردينيت سيستم بتاعتك، وتقدر تختار الفونت سايز، هقول له كرييت هيبدا يعملهم لي بالشكل دوت. طيب عايز مثلا اعمل ممبر، فهقول له مثلا من هنا مثلا لهنا، تمام، لهنا، تمام. وبعد كده هقول له انا عايز بلات، وادي له بقى النوع بتاعه والماتيريال والماتيريال كود والسيكنس والشيب هيبقى عامل ازاي والمحاذاه هتبقى عامله ازاي، يعني اللي هتقسمه ده هيبقى في اعلى حته ولا اوطى حته ولا في النص اهوت. تمام، طيب هنبدأ بقى نعمل السلم. السلم هقول له انا عايز اعمل ستير، احدد اول نقطة وبعد كده احدد النقطة الثانية بالشكل دوت، وادوس انتر وهبدأ اشوفه بالشكل دوت. طيب هل لازم اعمل كل الحاجات دي عشان اعمل سلم في الموقع؟ اه لازم يكون عندك الحاجات ديت، انما في الرسم لا، مش شرط. تعال نخش هنا في سيتنج، هتقول له انا عايز اعمل ستير سيستم، هتلاقي هنا الويتس قد ايه والماكسيمم المسافة من هنا لهنا قد ايه، وتقدر تختار شكل الستيب هيبقى عامل ازاي والمسافة بتاعته، الشيب بتاعه هيبقى عامل ازاي. تمام، طيب عايزين بقى نعمل ايه، نحط الريلينج. هقول له ريلينج واختار حرف الاو وادوس، وراح مختار السلم، هو بقى يبدأ يعمل الحاجات بتاعة السلم بالشكل دوت.